يقول لك 500 درهم عشا ديال الليله كاع ما كافيه، ولكن 500 درهم في اعالي الجبال وعندك المراه الفقيره والطبقه الهشه راها ماشي سهله. وماشي 500 درهم فقط، انت وفرتي له امن تضامن، انتقل ازيد من 10.5 مليون مغربي ومغربيه من نظام الرماد اللي كان كيعرف مشاكل كثيره، ولكن استطعت حكومتنا في ظرف سنتين ونصف او في ظرف سنه كانت هناك ثوره مجتمعيه حقيقيه في قطاع الصحه، تعميم الحمايه الاجتماعيه بميزانيه 9.5 مليار ديال الدرهم، ماشي سهله في هذه الازمات المتتاليه. انا في الاول ملي كنت كنشبر الميكرو كنت في الاول باقا حشمانه وباقا ما عارفاش، وهذاك خصني ندافع عندي الحماس ماشي حبا او تطبيلا بحال اللي كيقولوا البعض، لا قناعه. احنا شباب راه اذا كاع مقتنعنا بلا ما نشبر الميكرو نهضر، واش غنشهد بالزور؟ ما يمكنش. ملي كنقولوا الحقيقه الملموسه على ارض الواقع،